أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أردت أن أخذ مبلغا من المال لتزويج ابني وأيضا لترميم بيتي، في نظركم وطريقة الشريعة الإسلامية في تصحيحه، ما هي الطريقة المثلى للحصول على هذا المال من رجل يبيع ويشتري أو من مؤسسة تجارية؟ إما أن يقرضك قرضا حسنا تدفع حاجتك ثم ترد عليه المبلغ الذي أخذته منه، هذا القرض الحسن. وإما أن تلجأ إلى مسألة التورق، أن تشتري منه سلعة يملكها قبل العقد ثم تقبضها منه وتبيعها على غيره وتنتفع بثمنها، فإذا حل الأجل تسدد له دينه الذي هو ثمن السلعة التي اشتريتها منه مؤجلا. نعم.